البيوغرافي ديال اليوم فهي واحد الشخصية مهمة في التاريخ العسكري والشبه العسكري ديال البلاد ديال المغرب. هذا السيد كان كما كيسميوه ان اوم دو ميسيون، واللي هو السي حميدو العريقري، اللي داز من ملازم الضابط في جهاز القوات المسلحة الملكية سابقا، وشغل حتى منصب مفتش عام جهاز القوات المساعدة في منطقة ديال الجنوب، في المنطقة الجنوبية، وقائد درك في المناطق الشمالية. وفي المسار ديالو المهني تولى منصب مدير عام الأمن الوطني، ومن بعد غير أس جهاز القوات المساعدة. حياته وكيفاش كان، كيفاش دوز هاد المناصب والصعوبات اللي دوز والخروقات اللي كانت بسميته والنهاية ديالو، هادشي كامل غنتعرفوا عليه في البيوغرافي ديال اليوم. إذا على بركة الله، وما تنساوش دائما الاشتراك في القناة ديال فيلم بالخف، قصص جميلة، غادي يكونوا أفلام كل سيمانة، أفلام زوينة، ونعول عليكم دعموا هذه القناة هذه. إذا على بركة الله. حميدو العنيقري تزاد سنة 1939 في العاصمة الإسماعيلية مكناس من عائلة متوسطة. باه كان دخلوا العسكر منذ الصغر ديالو برتبة ملازم في المدرسة العسكرية ديال هرمومو، كانوا الطلبة معاه يعني كياخذوه كمثال، لأنه كان واحد الإنسان سيريو وكينفذ الأوامر والتعليمات بالحرف وما كيقولش لا. دخل من موراها الأكاديمية ديال مكناس وبدا يعني كيطلع في السلم الترتيبي، حتى لقى استحسان ديال الجنرال عمر العالمي ونصحو يلتحق بالدرك الملكي. وداك الشيء اللي دار السي العنيقري، وحيت كان انسان خلوق وكيسمع النصائح ديال الرؤساء ديالو ولي سيبيريور ديالو، دخل الدرك الملكي وبدل الكسوه العسكريه بالكسوه الدركيه. والصراحه يعني ما خيبش الظن ديال الناس اللي نصحوه، وبحكم الذكاء والتفاني في العمل ديالو بدا كيصعد السلم الترقيه ديالو لغايه ما وصل قائد درك في المنطقه الشماليه. يعني كما سمعنا في الحلقه ديال الشريف بن الويدان اللي كان في الشمال وكان تواطئ مع عبد العزيز ايزو، فسي حميدو العنيقري هو سيرفا في الشمال في الدرك الملكي. على حساب اللي معروف على السي العنيقري، كان ضابط منضبط، لكن الطموح ديال حميدو العنيقري كان كبير، يعني كبير على انه يبقى غير قائد الدرك الملكي، حيت من مور الانقلاب ديال الافقير سنة 1972 واللي استهدف فيه الطائرة الملكية، السي العنيقري زاد بين خدمته والولاء ديالو للعرش المغربي، وبين على الذكاء ديالو سيرتو في التحقيقات مع دوك الانقلابيين وبما فيهم الطيارين والملازمين في القاعدة الجوية ديال القنيطرة. وهاد المهمة ديال التحقيق يعني اللي شرف عليها الجنرال عبد القادر اللوباريس والجنرال حسني بن سليمان، كان حتى حميدو العنيقري معاهم، وسميته بدات كتعرف على الأوساط الأمنية. ومن بعد هذا التحقيق اللي قام به، لقى استحسان ديال الملك الراحل الحسن الثاني المرحوم، وخدا تقارير يعني كتفيد باللي السي العنيقري خطير في الاستخبارات ديال الدرك الملكي. وهذا الشيء اللي خلى الملك بعد ما غيصيفطوا لواحد المهمه خارجيه سنه 1977 في الكونغو الديمقراطيه، واللي العنيقري غادي يقود واحد الفرقه ديال الدرك الملكي في كاتانغا لتامين السلامه ديال الرئيس السابق موبوتو سيسي سيكو، واللي غندوي عليه في حلقات مقبله ان شاء الله. في 1979 بعد ما سال المهمه ديالو بنجاح في الكونغو، غيصيفطوا الملك الراحل الحسن الثاني دوله الامارات باش يتكلف بالامن ديال عائله ال نهيان، وبالضبط الشيخ زايد، حيت حميدو العنيقري كان رجل امني واستخباراتي رقم واحد، يعني هو اللي كان بحال نقولوا اليد اليمنى الامنيه، الذراع ديال الشيخ زايد، وشاف الخير من اهل الامارات. والمهمه والميسيون ديالو في الامارات كانت مهمه جدا، خصوصا فاش كان الصراع على الحكم في ايران مور الثوره الاسلاميه بقياده الخميني في بدايه الثمانينات، وكانت قرباله في ايران، وحتى يعني التدخل ديال القوات السوفيتيه ديال الاتحاد السوفيتي في افغانستان، وبالضبط العاصمه كابول، وقيام الحرب العراقيه الايرانيه بالمباركه ديال الامريكان. هاد الاحداث كاملين كانوا كيشكلوا خطر على الحكم ديال العائلات النهيان والعائلات يعني الخليجيه يعني الحاكمه العائله الملكيه. والمغرب ساعد بزاف الدول في الامن الاخوان بما فيهم السعوديه وقطر، يعني ساعد في الاستقرار ديال الاسعار البتروليه، لان الامارات كانت مصدر مهم، واقتصاد ديال الدوله الامارات واستقرار الحكم كان اولويه دوليه
بالنسبه للميريكان وحتى الاقليميه، وعليها الشيخ زايد النهيان طلب المساعده من المرحوم الحسن الثاني حيث كانت كتربطوا معاه علاقه طيبه، وكان ديجا تلقى مساعده من الراحل الحسن الثاني فاش كان باغي يكون ويجمع الامارات يعني تحت دوله كامله، يعني داك الامارات كاملين باش يجمعهم كاملين تحت دوله الامارات. واول بلاد اعترف بها ورسم لها الملامح ديال الدوله هو المغرب بالموافقه ديال الحسن الثاني، وحتى داك العمله ديال الدرهم ديالهم ديال الاماراتيين اللي هما خوتنا وحبابنا، الدرهم كان عطاه ليها الدرهم هي العمله الرسميه للامارات بحال الدرهم المغربي. يعني كنعرفوا حنا الريال السعودي، الكويت عاوتاني عندها شي حاجه، البحرين عندها شي حاجه، ولكن الامارات حافظت على داك التعاون والعلاقات الطيبه، واعتمدوا حتى في العمله ديالهم على الدرهم الاماراتي. وتحيه للناس ديال الامارات من هذا المنبر اللي كتربطنا بهم علاقات يعني متينه، وكاين العديد من المستثمرين الاماراتيين عايشين في المغرب في امان وسلام، كما كاينين مواطنين مغاربه خدامين في الامارات على سائر الجنسيات الاخرى وخصوصا في دبي. فرجعوا للعنيقري، هنا غادي تبدا الاهميه ديالو، وما خيبش الظن ديال الراحل الحسن الثاني في هذا الاختيار ديالو، وقام بالمهمه على احسن وجه، يعني المهمه ديالو الامنيه قام بها على احسن وجه، وحمر الوجه ديال الملك الراحل الحسن الثاني. هنا احمدو العنيقري فاش كان مشى خدا مع فريق مغربي، وتما داروا اعاده هيكله الاجهزه الامنيه الاماراتيه وحتى الاجهزه العسكريه. ومن بعد ما قضى 10 سنين في دوله الامارات العربيه المتحده، بعد ما وصلهم البر الامان معزاز مكرم، في 1989 غادي تسالي الميسيون ديالو وغادي يرجع للمغرب، وغيبدل الحرفه وغيدوز يخدم في المخابرات الخارجيه او لا جاد كما كنسميوها، بحكم ان حميدو العنيقري اكتسب خبره ودرايه بالشؤون الايرانيه والباكستانيه، وحتى طالبان وحتى تنظيم القاعده الاجرامي وحتى يعني الشؤون الاماراتيه والخليج باكمله، لان كان مقرب للعائله ديال ال نهيان، وكان عارف شنو كيديروا وفين كيمشي ومسائل، يعني كان تقارير عنده يعني بحال اللي كنقولوا في الدي اس تي جا ميموار بلان. وعاوتاني الظرفيه الزمنيه في اواخر التسعينات باش ما ننساوش عاوتاني راه بدات كتنوض في الجزائر بدايه العشريه السوداء، وحركه اسلاميه يعني بدا العنف في الجزائر وبدات عندها شعبيه واسعه، والحسن الثاني كان يخشى ان شي ثوره اسلاميه تنوض في المغرب، وكان من الضروري يقتلوها من المنبع، لان كاع هاد الجماعات الاصوليه كيجيها الدعم من ايران ودول معاديه للمغرب كتبغي تزعزع الاستقرار ديالهم، بما فيهم داك الحمق ديال القذافي. القذافي ما كان عنده حتى شي ولا كان ما بغاش يشوف الملوك كاع، هو ما كانش حامل الملوك كاملين الله يرحمه ويوسع عليه. وباش ما ننساوش عاوتاني راه حميدو العنيقري غير رجعوا شويه ل 1987 كان ساهم بشكل كبير في واحد لا بريز دوطاج وقعت في مكه المكرمه، يعني شي ارهابيين احتجزوا شي ناس رهائن، وساهم في الحل ديالها بطريقه عجيبه هو واحد الكابيتان فرنساوي سميتو بول باغيل. المهم هاد المده ديال 10 سنين في الخليج بحال اللي قلت كانت كافيه باش يجمع فيها معلومات ورجع ميموار بلان، وهاد الخبره عطاتو دفعه جديده في المسار المهني ديالو. وهنا عاود غيبان الذكاء ديال الراحل الحسن الثاني، حيت يلاه رجع حميدو للمغرب غيكلفو باش يكون نائب رئيس المخابرات العسكريه تحت قياده الجنرال عبد السلام القادري اللي دويت عليه بايجاز في الحلقه ديال الجنرال حسني بن سليمان، ونقدر ان شاء الله ندير بيوغرافي عليه حتى هو علاش لا. دونك العنيقري غادي يبقى في لاجاد 10 سنين، والعلاقه ديالو مع الجنرال القادري بقات علاقه موده واحترام، وخاصي العنيقري كان باغي يترأس هذا الجهاز، ولكن شوف الحكمه ديال الحسن الثاني بحال اللي عرف باللي العنيقري اذا تعطات له السلطات بزاف يقدر يدير اغلاط، وكان لانستان ديال الملك الراحل الحسن الثاني رحمه الله صائب، وخا العنيقري كبروفيل كان يستاهل يكون مدير ديال لاجاد. المهم ما علينا، توفي الحسن الثاني في جويلية 1999، وشهرين موراها غادي تعين العنيقري على رأس الدي اس تي او جهاز المخابرات الداخلية المغربية، وخدم فيه مزيان. وبعد اقالة دريس البصري والحاشية ديالو بحكم قادري كان متعاطف مع دريس البصري ومقرب ليه تا هو، غيطير من بلاصتو. اذا هنا حميدو العنيقري غيرجع هو الرقم واحد، وغيولي مدير المخابرات الداخلية الدي اس تي، وجاب بزاف ديال الوسائل باش يدير واحد الريستركتوراسيون ديال الدي اس تي ويدير قطيعة مع العهد القديم وسنوات الرصاص. 11 سبتمبر 2001
غادي يوقعوا الهجمات الإرهابية الإجرامية ديال نيويورك، وغادي يوقع على الحميد والعنقري ضغط كبير، وغادي تجيه موارد جديدة غتعطل الدي اس تي في إطار الحرب العالمية ضد الإرهاب، بعد ما تلقى سي العنقري في الرباط مع الباترون ديال السي اي اي او المدير ديال المخابرات الأمريكية السابق جورج تينيت. وهنا بدا عهد جديد في العلاقات الأمريكية المغربية، واللي غتطور المناورات عسكرية وتدريبات أمنية وتبادل معلوماتي، والمغرب استفد بزاف من الأمريكان الإخوان، لأن مع أمريكا العلاقات معها تمتد لمئات السنين في الوقت اللي كانت الجزائر ودول الخليج مازال تحت الاستعمار العثماني، والمغرب كان أول دولة كيعترف بأمريكان، وأول قنصلية في إفريقيا في العالم تفتحات هي القنصلية الأمريكية في مدينة طنجة، واللي دابا متحف جميل، وكنصحكم كاملين إلى جيتوا لمدينة طنجة، مدينة جميلة تزوروه وتعرفوا التاريخ ديال بلادكم. ولكن العنقري ما تكافاش غير بأمريكان والدول العربية اللي صعدت المغرب بالمال والتكنولوجيا للتصدي للإرهاب، والمغرب كان كيساعد في التحقيقات مع دوك المجرمين ودوك الإرهابيين اللي بدات كتجيبهم أمريكان من أفغانستان والعراق، ولكن دار تحالفات حتى مع الأمن الجزائري، وكان غادي جاي الألجي، هذا كنهضروا على العنقري، تلاقى بوتفليقة والجنرال العماري بليزيور ريبريز، وبنى علاقات أمنية طيبة مع الدولة ديال الجزائر الجارة، ويا ريت ترجع هاد العلاقات الطيبة بين المغرب والجزائر ونتعاونوا ما بيناتنا، نساو الخلافات، نزيدو نبناو غدا. غدا حنا متحكمين في غدا، الماضي نساوه، البوليزيرو ما عندهم ما يتيريو في هذا الصراع هذا. فدعوة للإخوة الجزائريين والناس العقلاء في الجزائر العظيمة أنهم يفكروا مزيان قبل ما تمشي في شي تهور بحال اللي مشات روسيا في أوكرانيا. المهم وسط هاد الظروف الدولية السي العنقري بدأ إعادة هيكلة الدي اس تي، وجاب دي زيليمون جداد وتكنولوجيا جديدة بدعم مادي أمريكي وغربي، واللي بحال اللي سماته الصحافة في ذاك الوقت أفقير جديد، لأنه ولت عنده صلاحيات واسعة وثقة ملكية كبيرة لإصلاح الأجهزة الأمنية ديال البلاد في ظل العهد الجديد ديال ساماجيستي لغوة محمد سيس. العنقري كان في هذه الفترة غادي جاي بين غوانتانامو والمغرب، بحيث كيشرف بيدي على الاستنطاق ديال دوك المحتجزين المغاربة الإرهابيين تما، وحتى العرب منهم، وكيمشي لندن باش يتلاقى مع أصدقاء من MI6 أو المخابرات البريطانية، ومراها يمشي لباريس في بولفار مورتي وبلاس بوفو، وكيتلاقى بكوادر أمنية فرنسية وحتى في مدريد على المستوى ديال الجارة الإسبانية وسائر العواصم الأوروبية والمغاربية، وكان كيخدم بنشاط وإتقان وبنى عهد جديد مع الأجهزة الأمنية ديال الدول الأخرى، ودخل بذلك المغرب المربع الكبار فيما يخص المعلومة والتريتمون ديال المعلومات الاستخباراتية والأمنية. ما علينا، 16 مايو 2003 وقعت الهجمة الإرهابية اللي هزت كازا، وراه دويت عليها في حلقة سابقة. العنقري غادي يشرف على البحث والتحقيق اون بيرسون، واعتقل الإخوان، تم الاعتقال في ذاك الوقت ماشي هو طبيعة الحال، دونك الأجهزة الأمنية المغربية اعتقلت أكثر من 2001 واللي كانوا منهم أبرياء، يعني باش نكونوا صراحة، ولكن هو كانت عنده واحد المقاربة أمنية أولد سكول، يعني المدرسة القديمة، لأن المغرب ما كيتمازحش مع الإرهاب. غدوز شهرين غيولي هو المدير ديال الإدارة العامة للأمن الوطني، ولكن ما كانش عارف واش هاد الترقية، يعني واش هادي ترقية، يعني شي حاجة رضا ملكي ولا غضبة ملكية لإبعاده من الدي اس تي، لأن مع هاد الترقية ما غيبقاش يسافر لفيرجينيا فين كاين السي اي اي المخابرات الأمريكية، ولا الجزائر والعواصم الأخرى، وغادي يبقى يخدم غير في البلاد، وغادي يدير إعادة هيكلة للجهاز الأمني لأن عنده موارد كبيرة. العنقري فاش خرج من الدي اس تي بروبوزال فؤاد علي الهمة المستشار الملكي، احمد الحراري باش يتولى الاداره ديال الدي اس تي، وعبد العزيز ايزو اللي دوينا عليه في الحلقه ديال محمد الخراز الياس شريف بالويدان، واللي كان بريفي ديال طنجي، باش يتولى اداره الامن ديال القصور الملكيه. دونك العنقري هو اللي توسط عند سي الهمة باش يدخل ايزو والحراري، الحراري في الدي اس تي وايزو في الامن ديال القصور الملكيه. فاش دخلوا هاد الجوج وخداو المناصب ديالهم، غتبدا علاقه جديده بين العنقري وفؤاد علي الهمة، وهاد العلاقه بدات كتقوى، واخا كان كاين واحد الفارق السن بيناتهم، ولكن السي فؤاد علي الهمة كان كيتعلم وعارف صوالحه، وهاد العلاقه كانت مبنيه على الاحترام، وكانوا كيحترموا الذكاء ديال بعضياتهم. فاش العنقري شد هذا المنصب كان هو الكابوس ديال الإرهابيين، حيث كانوا اعتقالات كبيرة خصوصا بعد
الهجمات الإرهابية ديال 16 ماي، واللي بسبب هاد التفجيرات تم نقل حفيظ بن هاشم اللي كان مدير الأمن الوطني ورجع شد مندوبية إدارة السجون. العنيقري خدم في لا دي جي سان وبدا يخدم معاه كوادر مغربية قرية مزيان، ودار حتى مجلة ديال البوليس سميتها بوليس ماغازين لتقريب الجهاز المواطنين، ونشأ واحد الجهاز جديد سميتو الجوس، او كما كان مصطلح عليهم في ذاك الوقت الناس اللي غادي يعقلوا كانت سميتها كرواتيا، يعني الناس اللي غادي يعقلوا عليهم كانوا لابسين الزرق، كان عندهم واحد ريكارو حمر وبيض، كانوا بحال العالم ديال كرواتيا، كانوا كيسميهم كرواتيا، وكانوا كيطلعوا في بارتنيرات زرق، يعني كانوا كيديروا دوريات في الدروبه والحوام للحفاظ على الامن، لان هذوك الارهابيين ديال 16 ماي جاوا من البرارك، يعني هذا الجوس هذا كان كيحافظ على الامن صراحه. ولكن دابا كاين تكنولوجيا جداد، لان الجوس كان عندهم واحد لانكونفينيون وغادي نشرحوا لكم من بعد. ما علينا، حميدو العنيقري دار حمله اعتقالات كبيره وفكك خلايا ارهابيه نائمه كانوا ناويين يكملوا التفجيرات، وخدم خدمه رقيه، ولكن غدوز سنوات وهنا غيبدا التخلويض، حيت عبد العزيز ايزو كانت عنده علاقه مع بارونات ديال المخدرات في الشمال من ايامات فاش كان بريفي ديال طنجه، وكان على علاقه قريبه مع اكبر بارون في المنطقه اللي كان بحال اللي قلنا في الحلقه السابقه محمد الخراز الشريف بن الويدان، وكذلك منير الرماش اللي تشد في 2003، وهادو بحال اللي قلت من اكبر بارونات ديال المخدرات اللي عرفهم المغرب. وباش ما نضحكوش على بعضياتنا، راه طبعا السي حميدو العنيقري كان عارف هذا الشيء، حيت ما يمكنش غيحطوا في هذا البوست ديال مدير امن القصور الملكيه بلا ما يكون عارف التفاصيل هذه كامله، حيت كيف ما قلنا راه رجل استخباراتي 100%، وهذا المنصب باش تخلو ضروري يكون عارف عليك حياتك كامله من الطفوله من نهار تزاديتي، وكيكون تحقيق امني كبير، لان راه كندويو على الامن ديال سا ماجيستي والعائله الملكيه كامله، وباش تدخل واحد عنده علاقات مشبوهه وتزكيه لهذه المهمه وانت عارف هذا الشيء راه غلطه لا تغتفر الاخوان. ما علينا، السي حميدو العنيقري ما كانش كيدير لقاءات صحفيه، كان كيمنع الصحافه يدخلوا فاش كيكون في شي بلاصه، الا واحد الحوار كان داروا مع الصحيفه الفرنسيه ديال لو فيغارو فاش سولوه العمليه الارهابيه في المغرب سنه 2003 ديال 16 ماي، وقال لهم الحصيله ديال الاعتقالات، وفاش سولوه واش تفاجئ التفجيرات قال لهم لا راه كنت عارف باللي ارهابيين كيحضروا لشي حاجه على اعلى المستوى، لان بلادن كان صرح بلا المغرب مستهدف مع السعوديه، وبحال اللي قلنا العنيقري كان على بال بحكم التجربه ديال 10 سنوات في المنطقه. وهاد الصحيفه ديال لو فيغارو كانت وصفاته وقالت عليه باللي حميدو العنيقري من الصقور ديال الجيش المغربي، لان الصقور لا تتكلم اكثر من ما تعمل، يعني الصقور ما كتهضرش ولكن كتخدم. النهايه ديال حميدو العنيقري بدات كتقرب سالي في ديك 2005 فاش بداو كيطيحوا صحابه واحد مور واحد، يا اما بالاقاله او بنهايه الخدمه، فحال باش اقيل اقرب واحد ليه كان المساعد ديالو احمد الحراري من الدي اس تي، وعبد الجليل عبدون من الاستعلامات العامه، وفاش تقال من الخدمه واحد من لافامي ديالو الجنرال محمد بالبشير من السانكيان بيرو او المكتب الخامس اللي هي المخابرات العسكريه الداخليه، واللي كان حتى هو تعفى من المهام ديالو حيت كانوا ضبطوا بعض اعضاء من الجيش كينتميو لواحد الخليه من الخلايا الارهابيه سميتها انصار المهدي. لكن الضربه اللي خلات اسم حميدو العنيقري يتمحى من الساحه الامنيه هي فاش تعفى من المهام ديالو السي عبد العزيز ايزو مدير امن القصور الملكيه، فاش دخل الحبس في 5 سنين، ضرب فيها 5 سنين حيت كان جبد بحال اللي قلت سابقا في القضيه ديال المخدرات في 2006 ديال الشريف بن الويدان، وكانت كما قلت جبدات ديجا سميتو في 2003، ونقدر ندير عليه شي حلقه حتى هو اذا بقى الوقت. المهم فاش تشد منير الرماش واخا بالانكار ديال عبد العزيز ايزو والمساعده ديال حميدو العنيقري غادي يفلت منها، لكن البطل ديال هذه الحلقه هذه حميدو العنيقري طاح ليه الكراد من مدير عام امن الوطني المفتيش امن القوات المساعده. وحتى دريس البصري كان قال واحد التصريح على هاد الواقعه، قال باللي اقاله حميدو كانت باينه ومستحقه، حيت هو وعداد منه كانوا تلاميذ ديالي في الداخليه وما كيفهموش مزيان في الامن. المهم هذه هضره ديال البصري الله يرحمه. ما علينا، حميدو العنيقري تحول من الامن القوات المساعده، لكن هاد القضيه ديال جبدات سميتو في ملف تجاره دوليه للمخدرات كانت غير واحد النقيطه اللي فيضت الكاس، لان راه كان عنده خروقات اخرين قبل.
منها في الفترة فاش كان مدير عام الأمن الوطني، كانوا خروقات بالضبط في 2005، والناس ديال البوليس راه عارفين هاد القضية، لقاو في المعهد ديال الشرطة 30 شرطي من رتبة مفتش شرطة ما دوزوش الامتحان الكتابي، وكانت ناضت واحد الدرجة كبيرة في ذاك الوقت، لكن جابوا بها الخبار غير اللي متبعين الشأن الأمني ولا اللي خدامين فيه. وما نساوش أن حميدو العنيقري هو صاحب فكرة تكوين فرقة شرطة القرب، واللي سميناها قبل كرواتيا أو زريقة على حسب كل مدينة، وتم الإنزال ديالها للشارع العام. هاد الفرقة الأمنية الصراحة العام الأول ديالها نقصات من مستوى الجريمة، ولكن من بعد بداو كيستعملوا الشطاط في السلطة، كيضربوا الناس واعتقالات قصرية، وما بقاش تفريق بين المجرمين والمواطنين وعد الرشوة، وكانوا حالات وفاة تقيدوا بسببهم بذاك العصا اللي كانوا كيديروا. مهم كانت خروقات، وكيقولوا حتى بنتو ديال العنيقري كانت عندها واحد المعمل هي اللي كانت كتخيط ليهم ذاك الكسوة. المهم هاد الشيء معلومات غير مؤكدة. المهم رجعوا، هاد بنتو هادي كانت سميتها نجلاء العنيقري، والميزانية كانت كتخرج من مديرية التجهيز، ويعني المديرية اللي تابعة المديرية العامة للأمن الوطني، وكان كيقول باللي حميدو دار هاد الفرقة بسبب هاد الصفقة اللي تعطات لبنتو اللي انها كانت فيها فلوس صحيحة. لكن مور ما تعفى في المنصب ديالو كمدير عام للأمن الوطني، دخل في بلاستو دريس الشرقي، يعني تحيدات هاد الفرقة خصوصا فاش تسجلت ضدها شكايات بالضرب وبعض الحالات ديال الوفاة. المهم القرار ديال الإقالة ديال العنيقري من المديرية جاء الخبار في الصباح ديال 13 سبتمبر 2006، كما قلت في الحلقة السابقة، عن طريق المستشار الملكي فؤاد علي الهمة، فاش خبروا باللي راه ما بقاش على رأس المديرية العامة للأمن الوطني، وتعين على رأس القوات المساعدة. العنيقري طبيعة الحال كرجل أمن فهم الميساج، ولبس أحسن لباس ومشى يتغدى في أوتيل هيلتون في الرباط، وبدا كيكمي السيجار ديالو مع الخمسة ديال العشية. تأنونسات في لاماب، يعني في الوكالة ديال المغربية للأنباء، الخبر، وتنفس الصعداء لأن الغضبة الملكية كانت خفيفة رغم ذاك الزبلة اللي دار مع عبد العزيز إزو، وذاك التاريخ ديالو والوفاء ديالو للوطن والعرش المغربي، رغم الغلطات ديالو بحال اللي نقولو هما اللي عفاو أو وقفوا معاه في هاد الشدة. ولكن الصراحة نقولوها في هذا المنصب ديالو الجديد كمفتش القوات المساعدة، هو خدم فيه جاب ليهم زي جديد، وجاب سيارات مصفحة جديدة، يعني في ما مشى كيخلي البصمة ديالو السي العنيقري. وما نساوش العطاء ديالو في مجال الاستعلامات والخبرة اللي رقمها يعني عبر سنوات ديال الخدمة خارج المغرب وداخل المغرب، والأسرار اللي جاب، وفي كيف ما كان عارفه المعلومة جد مهمة ونفع المغرب بزاف، وكان من الركائز ديال المخابرات المغربية سواء الداخلية أو الخارجية. وهذا السيد راه وطني وخدم على أكمل وجه من غير بعض الأخطاء، وحنا كاملين خير خطاء توابون، حنا راه إنسان كنخطاو، ولكن الخطأ اللي دار خطأ لا يغفر، ولهذا كانت النهاية ديالو يعني ماشي النهاية بحال قاعد الجنرالات الناجحين في الوطن، كانت بحال اللي نقولوا واحد النهاية مأساوية من طالب مجتهد عسكري وفي قيادي متمرس وعنده خبرة الواحد منسي، وسميتو كاع ما كتذكر بزاف، وفاش تقال من المنصب ديالو الأخير خرج بلا وسام ملكي أو تكريم، وكاين اللي قال عليها كانت هذه غضبة ملكية. في 2012 سي العنيقري غيدير كسيدة في الطريق بين سطات وبرشيد، وجات واحد الهليكوبتر نقلاته للمستشفى العسكري في الرباط، في حيث تهرس من نيفو وتصاب يعني إصابات خطيرة في دماغه، وعلى حسب ما كيروج انه دابا مسكين مقعد على كرسي متحرك مدى الحياه، واحد الشلل نصفي، وكاين اللي شافوه كيمشي بواحد العكاز في المعرض ديال اللوحات الفنيه في مدينه الرباط. للتذكير حميدو العنيقري فاش طاح في الكراد ماشي تجبد ما تجبدتش سميتو في المحاضر، لا سميتو تقالت في التحقيقات، لكن المحاضر ما تجبدش فيها، هو تحول في الكراد. حيت كيفاش زعما انت رشحتي هاد العميد الاقليمي عبد العزيز ايزو لهاد المنصب ديال رئيس امن القصور، وما جمعتيش عليه دوسي باش تعرفوا بان عنده علاقه مع البزنسه ديال الحشيش؟ اذا السي حميدو العنيقري ما درتيش خدمتك، يعني كان هذا هو الغلط ديالو. وشكرا لكم لحسن المتابعه، واضرب لكم موعدا في حلقه قادمه ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.